النهاردة في الصحافة المصرية لفت نظري حوار موجود في صحيفة المصري اليوم أجراه زميلنا محمود رمزي. هذا الحوار مع المستشار عبد المعز إبراهيم عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا. عبد المعز إبراهيم اسم معروف، ربما كان بيرتبط اسمه بقضية الإفراج عن بعض الناشطين في مجال الجمعيات الأهلية في فترة أيام المشير طنطاوي أعتقد. وأتصور أنه المستشار عبد المعز إبراهيم في هذا الحوار تحدث حديث يعني لفت نظري نقطتين في غاية الأهمية، أردت أن أعرضهم وأعلق عليهم بشكل سريع. بيقول المستشار عبد المعز إبراهيم القضاء في معرض الحديث عن خلاف بين المؤسستين التشريعية والقضائية، بيقول إيه المستشار عبد المعز إبراهيم؟ بيقول القضاة باقون والنواب زائلون، القضاة باقون والنواب زائلون، بيقول واللي يخاف من القاضي ملطوط، وبيقول كمان الحكومة بتريد القاضي بعين مكسورة وأصبحنا جيران الأرادات والسباك. ده كلام عضو مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد المعز إبراهيم طبعا السابق.